بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب الخير جميعا. يمكن يكون في الابيسود اللي فات تكلمنا عن الجيت كميثود من ضمن الميثودز اللي بتطبق على الديت، وكان من الواضح ان المين فانكشن التي ليها انها بتحاول تجيت، تمام، بتحاول تجيب لي ديت او اجزاء الديت والتايم يعني. بار كونتر على خلاف الحلقة المرة اللي فاتت، الابيسود بتاع حلقة المرة دي وهي يتكلم عن الميثود سيت، اعكس كل الكلام اللي بنقوله على الجيت على السيت. فالسيت يا جماعة بتحاول تخليني انا اعمل اسيت او اعمل مونتاج او من اعدل على الديت بكل اجزاء. طيب عندنا فاريابل اوبجكت، اسف، اوبجكت من نوع ديت اسمه ماي ديت، وكونسول لوج ديت لو انا بصيت هلاقي كاتب لي تاريخ اليوم، والنهارده الجمعه 28 جولاي 2017 والساعه اللي بنعمل فيها ريكوردينج، وطبعا ايجيبشن ستاندرد تايم والجي ام تي موجب زيرو والكلام ده لان ده الديفولت بتاع البراوزر تبعي. اي بي هات لو انا حاولت اصحي اول نقطه اول امر اسمه سيت ديت، على عكسه بالظبط. السيت ديت يا جماعه سيت ذا داي از ا نمبر، وده بيبدا من رقم 1 ل 31، ده من الواضح ان هو بيحاول يمنتج على اليوم. طالما في من 1 ل 31 ده بيمنتج على الايام يا جماعه. تمام، انا لو سبت القيمه فاضيه كده وعملت كنترول اس هيقول لي انفاليد ديت، لان انا مش عامل الميثود سيت ديت علشان احط فيها قيمه فاضيه. تمام، انا الديفولت بتاعي يا جماعه ان النهارده كان 28، لو انا قلت له لا انا عايز النهارده 27 وعملت كنترول اس هلاقي ان اليوم اتغير، لكن كل الباقي ثابت، بس اليوم بس هو اللي اتغير بيجي 27. ده يا جماعه انا ممكن اخليه اي يوم. النقطة الثانية ربما يكون الموضوع بتاع القيم السلبة، يعني الموضوع يقبل القيم السلبة ومش هنطول فيه جامد، بس انا لو قلت لك مثلا اني كتبت صفر وعملت كنترول اس، صفر هيروح يدخلني على ايه يا جماعة؟ على 30 جون، والحقيقة انا في جولاي، يعني انا اساسا موجود في جولاي، بس اول جولاي بيكون يوم واحد، احنا عارفين يوم واحد في جولاي ده كان يوم السبت. انت لما قلت له صفر فراح دخلك على مين؟ على يوم 30 في الشهر اللي قبل جولاي، فدخلك على يوم 30 في شهر جون، انت كاتب لك 30 جون، وده كان يوم فرايداي، كان يوم جمعه 30، ده بيمثل القيمه اللي قبل الرقم 1 اللي هي بتكون عباره عن القيمه صفر. فانت لو قلت له سالب 1 من المنطقي ان هو يجيب لك قبل الصفر اللي هو يكون 29 في شهر جون. نجربها كده مثلا، لو كتب لي سالب 1 وعملت كنترول اس هيقول لك ده 29 في شهر جون، وانت ماشي يعني الموضوع بيمشي ايه؟ بانه مخلوف او معكوس على السايد الثاني يعني. تمام، لو انا عملت كنترول اس وجيت نتكلم مثلا عن الموضوع الثاني اللي هو كان عباره عن ست مانث. ست مانث ديت زي ما هو معهود يعني هي بتست المانث، والقيم بتاعها بتتراوح من القيمه 0 لغايه القيمه 11. 0 ده بيمثل اول شهر، و11 بيمثل لي الشهر اخر شهر، شهر ديسمبر. فانا لو عايز امنتج على الشهر، انت عارف ان الشهر اللي احنا فيه ده تقريبا لو انا نومت القيمه في شهر جولاي، يعني انت كنت رئيس ده شهر جولاي. لو انا صحيت 6 مانث ديت وقلت له لا والله انا عايز احط القيمه رقم 10 عشان تبقى مميزه شويه، ما انت عارف ان 10 ده شهر نوفمبر. تقول لي يا عم لا ده 10 شهر 10 شهر اكتوبر. لا لا، ما انت بادئ من صفر مش بادئ من الواحد في السيناريو ده. ده بالنسبه ل 6 مانث. لو اتكلمنا عن 6 فول يير فده بالظبط زي ما احنا كنا متعودين، السنه بعدين يعني ممكن تمشي سنه لوحدها، بس يعني ممكن اكتب مثلا فيها 2020 واعمل كنترول اس هلاقي ان السنه اتغيرت وبقت 2020، وممكن احط كومه واكمل على ايه؟ واكمل مثلا على الشهر، احط مثلا انا كنت كاتب شهر 10، هو المكتوب هنا شهر جولاي، انا مثلا هكتب شهر ديسمبر، لو اعمل كنترول اس هتلاقي بقت ديسمبر، لو انا حطيت كومه ثاني كمان هتلاقي يدخل لك على الايام، فلو انا مثلا عملت 10 فهتلاقيه بيقول لك والله ده انت ايه 10 في وكده، ماشي لك بنفس الترتيب كانك على الفولير على النظام بتاع يوم شهر سنه. لو انا صحيت القيمه دي ورحت على الناحيه الثانيه بتكلم برضه، مش بس المساله بتمشي تايم، بتمشي ديت
اونلي بقى بتمشي برضو وقت وتاريخ. فلو انا صحيت اورس وانا الديفولت عندي ساعة النهارده 21 الساعه 9 وثلث تقريبا، لو انا قلت له لا والله انا عايزها تكون 10، فانت عارف ان هي 10 تكون 10 اي ام 10 صباحا يعني، انت وانت ماشي معاك مسافه لغايه 23، فانت عايزها مساء هتشوف قيمه ال 10 كام ل 24 تروحهم مع بعض تدي لك النتيجه اللي هي كانت مكتوبه من شويه 19 باين او 20 حاجه زي كده 21 ربما. اما عن المينتس ماشي، خلينا نكتب مثلا فيها 15، وانت عارف ان من 0 لغايه 59، ونفس السيناريو بالنسبه للسكندز. لو عملت كنترول اس هتلاقيها بقت 15 و10 ثواني. ده هي بالنسبه للجانب اللي ممكن تست بيها البيت. انا عندي بقى فانك، انا عندي سيت تايم وديت بالملي سكند، وعندي برضه بالملي سكند بس انا مش راح احكي في ده. يا رب تكون وصلت التوضيح مفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.